تربية الدواجن من عمر يوم لعمر البيع إن شاء الله. تابعونا كل يوم هننزل تقرير عن الدواجن من عمر يوم لحد عمر البيع. أول حاجة التطهير والتعقيم وطرق الحرارة والتدفئة، المعالف تكون مغسولة، العلف يكون جيد، الكتكوت يكون جيد. ده أول فيديو هننزله، تابعونا كل يوم عشان ننزل كل يوم تقرير من العنبر ده، نتابع المشاكل اللي هتقابلنا في طول الدورة وإن شاء الله ما يكونش فيه مشاكل. ديت أول يوم استقبال، كتكوت اسمه جدود، جدود الدواجن يعني الديك. إن شاء الله التحويل يكون عالي والمناعة تكون عالية. السلام عليكم.